مختلفة وأضرار كبيرة في الممتلكات الخاصة بإحدى مديريات الحديدة. إليكم تفاصيل الخبر. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اجتاحت سيول جارفة مديرية الزهرة التابعة لمحافظة الحديدة جراء أمطار غزيرة هطلت على المديرية خلال الساعات الماضية، مخلفة خسائر وأضرار كبيرة في الممتلكات الخاصة. ونقلت وسائل إعلام عن سكان محليين قولهم إن سيولا وصفوها بالعارمة اجتاحت منازل المواطنين والمحلات التجارية وجرفت المواشي بمنطقة المعرس، مشيرين إلى أن مناطق أخرى بالمديرية ما زالت محاصرة بالسيول حتى اللحظة. وتداول ناشطون في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو رصدت قناة منصة الإخبارية الكثير منها للسيول العارمة التي حاصرت قرى ومناطق المديرية جراء تأثرها بالمنخفض الجوي الجديد. وفي الأيام الماضية شهدت غالبية مديريات السهل التهامي في محافظة الحديدة مدنا وقرى وتجمعات حضرية بدائية فيضانات مفاجئة جراء تدفقات السيول الجارفة من الجبال المحيطة بها من مختلف الاتجاهات، مخلفة خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. نسأل الله السلامة للجميع ودمتم بألف خير.